وتأتي إجازة مملكة البحرين لاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا وإتاحته لأبطال الصفوف الأمامية بشكل اختياري بهدف توفير وسائل الحماية والأمان لهم بسبب طبيعة عملهم خلال مجابهتهم للفيروس. سمحت مملكة البحرين بالاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لأبطال الصفوف الأمامية لتوفير الأمان لهم ولتمكينهم من مواصلة العمل على الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة الجميع، حيث أن انتشار الجائحة حول العالم استوجب اتخاذ إجراءات سريعة لتمكين المنظومة الصحية من مواصلة العمل على التصدي لها بكل اقتدار. مملكة البحرين قد سبقت العديد من الدول العالم وأثبتت كفاءتها ومقدرتها في التعامل مع فيروس الكورونا، وها نحن اليوم نستبق العديد من الدول في استخدام اللقاحات للوقاية من فيروس الكورونا. إن الهدف من استخدام هذا اللقاح حمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملها، كما أن هذه الخطوات ترمي إلى المساهمة في الحفاظ على أرواح وحياة البشر والتي هي من أجل الإنسانية. الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين التي تسمح بالترخيص الاستثنائي في الحالات الطارئة. الصفوف الأمامية في مملكة البحرين تشمل الكوادر الطبية من أطباء وتمريض وباقي التخصصات الطبية الذين يقدمون الرعاية الصحية للمرضى، إضافة إلى الكوادر العاملة مثل أفراد الأمن والشرطة والدفاع المدني والمسعفين، إلى جانب الفئات الأكثر عرضة وتعاملاً مع مختلف أفراد المجتمع. اللقاح هو الذي استخدم في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، ويحتوي على أجسام مضادة للفيروس تمت تجربته على الحيوانات دون أن يسبب أي آثار جانبية. وتجربة المرحلة الأولى والثانية أكدت سلامة اللقاح والأجسام المضادة في الجرعات المختلفة. وقد جاء استهداف الصفوف الأمامية في هذه المرحلة لما لها من أهمية وأولوية في تأمين احتياجات الفرد والمجتمع وحماية النظام الصحي والأنظمة ذات العلاقة اللي واستجابة لاحتياجات الفرد، وبالتالي تأمين الحماية لهذه الفئة في هذه المرحلة يعد أولوية لحماية المجتمع كافة. المملكة إن شاء الله مستمرة وماضية في تأمين جميع الاحتياجات اللي يحتاجها الفرد والمجتمع على ضوء المرحلة. وستجرى هذه العملية تحت إشراف الفرق الطبية ووزارة الصحة، إذ سخرت المملكة منذ بداية الجائحة كافة الجهود لدعم منظومة القطاع الصحي وتزويدها بكل ما تحتاجه، وحرصت في الوقت ذاته على تطويع التقدم العلمي المتحقق لدعم الجهود الوطنية للتصدي للفيروس، إلى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أسهمت في الحد من انتشاره بما يضمن الصحة العامة. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.